الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله وكماله، صفة له عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهو بكل شيء محيط، الإحاطة بكل شيء صفته تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. نعم، وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته، ما يدعو العباد إلى لزوم الإخلاص وتحقيق التوحيد والبراء من اتخاذ الأنداد والشركاء، ويذكر لهم من وصاف كماله ونعود جلاله ما يجلب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي آيات الصيام ضمنها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، المطلوب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. توحيد ومتابعة، استجابة متابعة، يؤمنوا بي يعني يوحدوني. نعم، والتنافس في القرب منه ولزوم ذكره وشكره وحسن عبادته، ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي شديد هو العذاب الأليم. نعم، ليعرف القلوب من تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه، ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه، ليعظم العباد أمره ويلزم شرعه، فقل أن تجد تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم، فقل أن تجد آية فيها حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين، وقد يذكر الصفة في أول الآية. من الفوائد واللطائف هنا من الآية 59 إلى الآية 65 في سورة الحج، تتتابع هذه الآيات السبع مختتمة باسمين من أسماء الله الحسنى، فيجتمع عندك 14 اسما لا نظير له في القرآن مرة أخرى. 59 60 61 62 63 64 65، هذه سبع ايش؟ آيات، كل آية مختتمة باسمين لا يتكرران في الآية التي بعدها، فيجتمع لك 14 اسما لا نظير لهم في القرآن، يعني ما في مثلهم ثاني في القرآن، تجيك سبع آيات مختتمة بايش؟ باسمين من أسماء الله الحسنى. نعم، هذه سورة الحج. نعم، وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها، كقوله تعالى: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. نعم، قد سمع، هذه صفة الله عز وجل، السمع، في ذكر في أولها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، هذا في وسط الصورة، في وسط الآية: إنه هو السميع البصير، وذكر في آخر السورة إن الله هو السميع، فذكر في أول الآية وفي وسطها وفي آخرها. نعم، فين وسطها؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع، يسمع. ولذلك صح من حديث عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن بيني وبينها الستر، يعني بينه وبينها تيزار، ويخفى علي من قولها، وربنا فوق سبع سماوات قال إيش؟ قد سمع. فالجملة التي يكون الفعل الماضي سبق بقد تفيد التحقيق. نعم، ما شاء الله. نعم، تبارك الله. ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه، ويذكرها كذلك عند سؤالهم له عن أحكامه. أيوة، وإذا سألك عبادي عني يا أبا القاسم فقل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فقل إني قريب. نعم، نعم. أحكامه كلها قائمة لذكر أسماء الرب وصفاته، حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته، فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها. والدليل أن تقول الله أكبر، ولذلك الصلاة مفتتحها إيش؟ بالتكبير، وتحريمها التكبير،
وتحليلها التسليم. ولما تيجي تسلم تقول ايش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه أسماء وإيش؟ أسماء وصفات. نعم. إلى ما يكون فيها سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، إلى ما فيها من سورة الفاتحة التي جمعت التوحيد كله، وما يكون فيها من القرآن. فالصلاة كلها دعاء وذكر وثناء وتوحيد جميل للرب تبارك وتعالى. نعم. فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها يصحبها من أولها إلى آخرها. نعم. وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته. نعم. وهكذا الشأن في جميع الطاعات وأنواع القرب. فمعرفة الأسماء والصفات أساس السعادة والمدخل لكل خير والتوفيق بيد الله وحده. انتهى الباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.